لان المشكل ديال هذا العقد حنا قلنا ليه عقد مرفوض بتاتا، هذا العقد جديد وجديد العقد حتى هذه الصيغه راه مرفوض. حنا جايين هنا باش نحتجوا على العقد اللي الجديد اللي دايرين ديال 2024، فيه شي عقود شي بنود مجحفه فسميتو في حق التاجر، بحال انه غادي يجي كاري اخر من غيرك انتيا، وانت شي 50 ولا 60 عام انت في المحل، ويجي يبقى يقلب لك في الحانوت يصفطو من نظره الاحباس باش يدي المحل، باش يجي يكري المحل في بلاصتك وانت راك حي طرزه، انت عندك 50 عام في المحل، ويجي واحد ويبدا يقلب لك في القناه ويبدا. حنا ورثنا المحل على الوالد الله يرحمه، و بالنسبه للسومه الكرائيه راك الناس كارين غير ب 60 درهم. بغا اش بغا يديروا؟ دايرين شي ثلاثه ديال العقود ماشي في صالح التاجر، ثلاثه ديال التجاري. الاصل التجاري كاين خلاص، ولكن بغا يلغيوه على ما فهمت انا من داك الشيء، بغا يلغيو داك الاصل التجاري، بحال بغا يلغي، حنا بغا يمحيونا الهويه ديالنا، ما غاش تبقى بحال حنا ما كناش كاع في داك الحانوت. دابا المحل اللي كان ديالنا من السبعينات ولا من الستينات، ولا بحال غادي يولي ديال الاوقاف، بحال حنا ما عمرنا كنا في داك المحل، بغا يلغيونا حنايا. عندكم العقود ديالكم؟ عندنا العقود وعندنا باش كارين وعندنا كل شيء، وعندنا السجل التجاري. كتخلصوا وتناديو ولا سميتو؟ كنا تناديو غير 60 درهم، دابا راه ولات 500 درهم، كل مره تنتحملوا الزيادات اللي تيزيدوا وغاديين معاهم في الاخر، بغاو يخويونا بحال بغا يضربونا كاع السنين كامله في زيرو، 50 عام بغات تمشي هكاك باطل. من طبيعه الحال ماشي غادي يضرنا هادشي، راه هادشي غادي يقتلنا، راه بغا يقتلونا حيين. مجدي عزيز، رئيس جمعيه ارباب مقاهي ومطاعم فرع بني ملال. جينا اليوم تنساندوا الاخوان ديالنا التجار اللي عندهم واحد المشكل عويص. انا اللي بندوي عليه هو ان مجموعه ديال القرارات تتنزل تطبق، هذا الشيء اللي خايب، واللي لغى الديمقراطيه في المغرب، واللي لغى حريه التعبير في المغرب، واللي لغى بزاف د الحوايج. يعني اي قرارات بغاو يطبقوا على التجار ولا المواطنين خصو يكون واحد الحضور ديال الطرفين، هذه الاداره مع هذه التمثيليه هذه، يعني خصو يكون واحد التشاور. حنا راه بغينا ندير واحد الحاجه باش يبان لكم، راه غنتفاهموا، ما محتاجينش حنا نجيو نبقاو نوقفوا ونبقاو نديروا في الاحتجاجات ونبقاو نهزوا في اللافتات ونبقاو ندوروا في هذه الشموشات. يعني اي قرار بغى يطبق راه ما فيها باس يكون واحد شويه ديال الحوار، راه كاين جمعيات تيمثلوا الاخوان، كاين جمعيات تيمثلوا المواطنين، يعني يكون واحد الحوار، يكون لقاءات ويكون واحد الحوار، نتفقوا على بزاف ديال الحوايج. حنا راه بغينا نديروا هكا، حنا تنعطيكم اشنو اللي خصو يكون، نتوما تنتفاهموا وتنخرجوا واحد الحاجه اللي غترضي الطرفين، باش حنا نبقاو بخاطرنا وانتوما تبقاو بخاطركم، ما يكونش يبقى بخاطره. هذا الشيء اللي عطى الله، هذا الشيء اللي كاين.